ينفع عندي الحته بتاع الفورمولا ال 10 دقايق كده وامشي ولا ايه؟ عشان بس هخلص منها. هو سؤال عبيط كده اسمه فورمولا، هقول لكم قصته ايه بس وخلاص. كده خلصنا ده. النهارده ان شاء الله هنيجي السي تي، محدش غير السي تي ده كارثي يعني، ما ينفعش تغيب من المحاضرات المهمه. بص معايا، في حتتين احنا كنا سايبينهم اللي هو تقريبا دراجز سكريتد في البريست ميلك وبعدين الفورمولا، صح كده؟ دراجز سكريتد في البريست ميلك، انا لو سالتك مثلا ام بترضع ايه اخبار الانتي بايوتكس اللي تاخدها، دي واحده انا بسالك اهو، وايه اخبار الانالجيزيا اللي تاخدها، ايه اخبار الفيتامينز، ايه اخبار الهرمونز، ايه اخبار الميديكيشنز مثلا بتاع الهارت فيلير اللي هو مثلا دايوريتك او ديجيتاليس مثلا. ده سؤال وارد تتسال، ام بترضع وبتقول لك يا دكتور اخد مضاد حيوي ايه، انا سخنه، اخد مسكن ايه، اخد فيتامينات ايه، ولو هدي هرمونات هدي ايه. اللي مسموح لك في الرضاعه من الانتي بايوتكس الثلاثه الكبار، البنسلين والكيفالوسبورنز اللي هو البديل والاريثرومايسين، دول اشهر ثلاثه بنديهم. بنسلين، كيفالوسبورن، اريثرومايسين. ممنوع خالص دوايين في الرضاعه. تتراسايكلين وكلورامفينيكول. حد عارف ليه؟ التتراسايكلين عشان السنان. واحد بيقول لي الولد اللي برضع ليه سنان؟ اه ليه سنان، من ست شهور ليه سنان، انت بترضع سنه ونص سنتين. بيعمل يلو ديسكولوريشن وبيبوظ السنان. والكلورامفينيكول بيعمل ايه؟ بيعمل بون مارو دامج في الاطفال، بيعمل ابلاستيك انيميا. خلاص؟ فده ممنوع. طب الانالجيزيا، اشهر حاجه انالجيزيا مين؟ الاسبرين للام ماشي، والابيبروفين ماشي، ما فيهمش مشكله، بس في دواء اسمه اندوميثاسين لا. الاندوميثاسين ده برضه بون مارو، وده توكسيك ديزيز دراج، ده اللي هو اسمه اندوسيد في السوق. ده من اقوى المسكنات على الاطلاق، بيدوه في الرينال كوليكس والحاجات دي، بس في العيال الصغيره اللي بترضع ده كارثي، بيأثر على الدكتس ارتريوزس. الاندوميثاسين بيقفل الضغط لو انت محتاجها، يعني لو حد عنده ضغط وانت محتاجها الدواء ده بيقفله، لو هو ما بتاخد. الفيتامينات الام مسموح لها لو عندها نزله برد تاخد فيتامين سي عادي جدا، اللي هو بتاع نزلات البرد، وده كل الامهات بتسالك فيها حامل عندها نزله برد وبرشع والشتاء، فيتامين سي سيف، افتكر سي سيف، هو والاي شويه. انما الدي، فيتامين دي بلارج دوزز، يعني كان عندها مثلا مشكله وبتاخد فيتامين د، فيتامين د بالنسبه للطفل ده توكسيك، بيعمل هايبر كالسيميا. خلاص؟ فالدي افتكر دي دينجرس، والسي سيف، ده ابسط اسلوب تحاول تحفظ بيه. الهرمونات لو ام عندها سكر بتديها انسولين عادي جدا، يعني مش هنقتلها، يعني اكيد هتتعالج مفيش مشكله خالص، بتاخد الانسولين. انما لو قالت لك انا محتاج اخد استروجين عشان الشيب، وانا بصراحه مهتميه بشكلي ولازم ومش لازم، ممنوع. الاستروجين طبعا اثناء الرضاعه ممنوع، لانه بيوقف الرضاعه، وبالذات لو ناويه تاخده على شكل بيلز اللي هو الاورال كونتراسبتيف بيلز، ممنوع يبقى فيها استروجين. بتدي حاجه اسمها ميني بيلز او البروجستين بيلز، انما مش استر لانه بيصبرس اللاكتيشن. اخر حاجه اقول له لو انا عندي هارت فيلير في الام، بتاخد دايوريتيك عادي وديجيتاليس عادي، دول ما فيهمش كونترا انديكيشن في الرضاعه. انما مثلا لو ناويه تفحص الثيرويد دي، هتعمل راديو اكتف ستادي على الثيرويد براديو اكتف ايودين او تكنيشن، ممنوع. مفيش حاجه توقف الرضاعه وتروح تعمل اللي هي عاوزاه، ده ما ينفعش في راديو اكتف بريباريشن. الادويه بتاعت الاريزميا مش الهارت فيلير. لو ام عندها اريزمي انتي كواجولانت او انتي اريزميك، دول ممنوعين، بيعملوا في العيل هارت بلوك، وبيعملوا ديلي في الكوندكشن، حاجه اسمها لونج كيوتي سندروم، دول ممنوعين خالص في الرضاعه. يبقى انا كده اديت مثال ايه الادويه اللي مسموح لك تتحرك فيها. افتكروا الانتي بايوتيك مع الانرجيزك، الفيتامينات مع الهرمونات، والاذر اللي هو الدي دي، بس ده ابسط اسلوب. وهتفتكر ان السي سيف والدي دينجرس، الانسولين مسموح، الاستروجين مش مسموح، المحظورات تتراسايكلين وكلورامفينيكول واندوميسيس. خلصته، ما خدش في ايدك دقيقه. طبعا لو انا عندي طفل مش بياخد فيدنج كويس، احنا متوقعين ثلاث امراض بيحصلوا، الريكتس والمارازمس والايه؟
والكالشيوم. حطينا المارسنس والكالشيوم على انهم حاجه اسمها بروتين انرجي ماني نيوتريشن، ودول اكتر اثنين تقريبا انتوا اتهريتوا الاسبوع اللي فات كلام فيهم. الريكتس ده كان مشكله خاصه بالفيتامين دي والكالسيوم، وممكن يجي له ايرون ديفيشنسي انيميا. وقلت لكم ليه بيحصل ايرون ديفيشنسي انيميا في المرضى دول؟ لان لبن الام قليل في حاجتين، الستورز بتاعت العيل عند الشهر السادس بتكون فضيت خالص، وبالتالي انا محتاج زياده وما بلاقيهوش موجود في اللبن بصراحه. هنبدا بقى نتكلم على حاجه اسمها فورمولا، هي بالظبط 10 مينتس وامنش سهل، بس بيجي سؤال نظري عشان ما اضحكش عليك. اسمه فورمولا فيدنج. كلمه فورمولا فيدنج اللي هو بين قوسين بوتل فيدنج، عشان اقول بوتل فيدنج او فورمولا مش لازم يبقى لبن بودر، ممكن يبقى لبن بقري، لان البوتل دي انت بتدي فيها ايه وايه؟ بتدي فيها لبن بقري من عند الراجل بتاع اللبن العادي، او بتدي فيها بودره. واساسا لبن البودره انت تعرف هو ايه؟ هو لبن بقري بس درايت، بينشفوه وبيلعبوا فيه خلاص. فهو لبن البودره هو هو اللبن البقري، بس احنا بنعمل له موديفيكيشن. طيب عشان افهم الفورمولا فيدنج ده مطلوب منك خطوتين، حاجه اسمها الانديكيشن وحاجه اسمها التايمز، واخر حاجه البريبريشن. الانديكيشن الفورمولا هتروح قايل له ثلاث كلمات، حضرتك الفورمولا بتتعطى كومبليمنتري وبعدين سبليمنتري وبعدين سبستيتيوت. ايه دول؟ كلمه كومبليمنتري مكمل للبن الام، سبليمنتري احلال جزئي، وسبستيتيوتيف احلال كلي. يبقى بالراحه خالص وعشان ايه ما نتعبش في الحفظ، واحد مكمل يعني هقول له ايه؟ ده البريست فيدنج ماله كومبليتد باي فورمولا، انما هنا سم بريست ميلك ريبليست باي بوتل، وهنا اول بريست ميلك ريبليست. يبقى انا حفظت الدكاتره ثلاث كلمات، الكومبلمنتري المكمل هقول له البريست ميلك كومبليتد باي ايه؟ بوتل او فورمل. ازاي؟ اضرب لي مثال، ام لبنها قليل بتشتكي ان عندها سكانتي بريست ميلك، الواد يا دكتور بيرضع ما بينامش ما بيعملش ستول ما بيعملش يورين ما بتزيدش في الوزن، اللي هم كانوا كام 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 كام؟ 2 4 6 8 10 اللي هم علامات الايه؟ الادكوات بريست فيد. ما بينامش الساعتين وما بيعملش الاربع ستول والسته يورين والثمانيه مرات رضاعه، والعشر ايام بيزيد فيهم ربع كيلو، ما بيحصلش. فقلت لها معلش يا مدام، ممكن حضرتك ندخل لبن بودره زياده مع الرضاعه عشان الولد وزنه ايه؟ يشد حلو شويه. قالت لي تمام ربنا يبارك لك، من ساعه ما بدات فعلا بدا ينام وبدا يزيد. فده البريست ميلك كومبليتد باي فورم، ده لازم تعمل ايه الاول؟ تخليها ترضع بالكامل لحد ما تخلص، وبعدين تدي اديشنالي معاه البطن. ده اول انديكيشن وده سهل كومبلمنتري. التاني اسمه سبلمنتري احلال جزئي. يا دكتور والنبي انا بشتغل من الصبح من 8 برجع 2 الظهر، وعندي عيل صغير لازم اسيبه مع النيرس او مع اي حاجه. حاضر، روحي شغلك وساعه ما ترجعي هرضعيه. طب الفتره اللي هي فيها في الشغل هتعمل ايه؟ هيبقى في سم اوف ذا بريست ملك ريبليسد باي مين؟ باي بوتر، اللي هي الوقت ده، او الام اللي جايبه توينز. لان الام اللي جايبه توينز ما بيكفيش الكميه للاثنين، فبتعمل ايه؟ بتبدلهم. واحد يرضع طبيعي والتاني صناعي، والمره اللي بعدها اللي رضع ده يبقى ده واللي رضع ده يبقى ده، لازم تبدل بينهم هما الاثنين عشان قصه البروتكتيف فاليو. احنا قلنا لبن الام هو الوحيد اللي فيه اميونوجلوبولين ولاكتوفرين ولايسوزايم، 8 9 حاجات مش موجودين في حد تاني، فاحنا بنلعب وبنلف على دول بس. مش حديد وكالسيوم، لبن البودره فيه حديد وكالسيوم احسن من لبن الام، لان هم عاملين له موديفيكيشن وفورتيفيكيشن، بس ما فيهوش السبعه ثمانيه حاجات بتوع الايه؟ البروتكشن، اللي هم الاميونولوجيكال فاليو، اللي هم الانتي دايريال ميكانيزم. خلاص؟ فانا هنا هعمل احلال جزئي. بص بقى الاحلال الكلي امتى؟ امتى تقول للام هنوقف خالص؟ لما يكون في ايه؟ ممكن ديث اوف ماذر، واحده ام ولدت لا قدر الله توفت في اوضه العمليات. او العيل اتحجز في مين؟ في حضانه. بيحصل العيل بينزل من بطن مامته عنده مصيبه، بناخده على الحضانه، ده خلاص ده هنغير كله هيبقى بطل، لان الام ما بتدخلش حضانات، ممنوع الطفل بس. طب اللي بعده؟ اللي بعده كل الكونترا انديكيشن للبريست ميلك هتخليني اقلب بالايه؟ سبستيتيوت. يعني ام عندها سيتوميجالو ابسس تي بي ادفانسد هارت فيلير، الجدول اللي خدناه بتاع الكونترا انديكيشن ده، ساعتها العيل بقى ايه؟ اجباري.
بقى سبستيتيوت. يبقى لو سالتك الانديكيشن اوف فورمولا ثلاث كلمات، يا كومبلمنتري مكمل، يا سبلمنتري احلال جزئي، يا سبستيتيوت. ده سام ريبليست، ده اول ريبليست. دول صعبين ولا فيهم مشاكل؟ نوعين من اللبن موجودين، نوع اسمه ستاندرد اللي هو الهيومنايزد، ونوع اسمه موديفايد. بص، لو عندك طفل بيكمل الرضاعه بتاعته بس وما عندوش امراض، ما عندوش اي حاجه خالص، ده مشكلته ان مامته لبنها قليل بس، بديله النوع الستاندرد ده. ايه النوع الستاندرد؟ اسمه هيومنايز. بتجيب كاو ميلك وتعمل له موديفيكيشن يبقى زي مين؟ زي الهيومن ميلك، هو هو بالظبط. يعني لو سالتك الكالوريز بتاعته كام هتقول لي كام؟ 67%، 67 كالوري لكل 100 سم لبن، ما فيهوش اي مشكله خالص. كل اللي بنعمله يا دكاتره فيه بنقلل الكازين ونزود مين؟ الواي بروتين. خلاص؟ وبنرفع اللاكتوز فيه ل 7%. هو اللاكتوز كان كام في لبن البقري؟ لبن البقري كان 4، بترفعه ل 7. يبقى انا لعبت في اللبن ده حاجتين، الكالوريز عادي، غيرت الكازين خليته واي بروتين، وزودت اللاكتوز ل 7. ده اسمه هيومنايزد ميلك. اشهر هيومنايزد ميلك او ستاندرد ميلك في السوق هو مين؟ البيبيلاك او الاس 26. بيبيلاك ده ملقح في كل حته، 49 جنيه او 50 جنيه. خلاص؟ فالبيبيلاك او الاس 26 دي الالبان الستاندرد اللي هي طفل ما عندوش مشاكل. موديفايد يعني طفل عنده مشكله. هضرب لكم مثال. انا هحطهم وانت ترد عليا. ولد عنده لاكتوز انتولرانس. ولد عنده كاو ميلك الرجي. ولد عنده مال ابزورب. ولد بريتير. ده واحد وده اثنين وده ثلاثه وده اربعه. تعرف تحل مشاكل العيال دي؟ جالك طفل عنده لاكتوز انتولرانس، ينفع يرضع لبن طبيعي من مامته؟ لا، لبن الام فيه سكر اسمه ايه؟ لاكتوز، وهو ما بيعرفش يتعامل معاه. يبقى انا اديله لبن ماله؟ لاكتوز فري. يبقى انا لو سالتك ايه اول فورمولا بنعملها موديفيكيشن؟ تقول لي لاكتوز فري فورمولا. في حاله مين؟ اللاكتوز انت هتعمل ايه يعني في الاخر؟ هتشيل اللاكتوز وتحط بداله يا جلوكوز يا جلاكتوز، اي سكر تاني هو يتعامل بيه. ده برضه نفس المثال، ببلاك واس 26، بس حاجه اسمها اف ال او ال اف. ال اف او اف ال اختصار لاكتوز فري او فري لاكتوز. اللي بعده كاو ميلك الرجي. ممكن طفل ياخد لبن وممكن بقري ويجي له حساسيه ويسهل وينزل دم. بندي له حاجه اسمها صويا بيزد فورمولا. بنشيل البروتين اللي موجود في اللبن بتاع البقري ده ونحط بداله صويا بروتين. ودي الليس الرجيك تماما، بيسموه اس 26 صويا. بيتعطى للناس اللي عندهم كاو ميلك الرجي. طيب لو عندي طفل بري تيرم يا دكاتره، هو ايه مشكلتك مع البري تيرم؟ انه صغير والستورز فاضيه ومعدل نموه بتاعه من 60 نيله، محتاج يجري جامد عشان يعوض. فبنعمل له فورمولا خاصه بتاعته اسمها بري تيرم فورمولا، ودي لازم تبقى الكالوريز بتاعتها مالها عاليه. ده مش 67 خالص، ده 80. طب بتقلل له حاجه فيها؟ اه، قول له بقلل له اللاكتوز. انا مش عايزك تصم زي البتاع ده، غلط، مش هتقدر، مفيش صحه. الطالب اللي مفكر نفسه هيلم 550 ورقه اطفال، بيني وبينك ربنا يوم القيامه يبقى قابلني. لو انت مين؟ لو سوبر ماريو اللي بينط كده، مش هتعمل كده. فالعضلات في الموضوع ده انساها خالص. انت هتيجي في الاخر تشيل اللي على الوش كده بالحاجات الدومينانت، وهتلاقيني محددهم لك بالتفصيل. ذاكر دول، اقرا دول، سيبك من دول، يا اما هتغرق مش هتلم. عشان نبقى صراحه مع بعض، العيال دي انت عارف العناوين بسرعه، وكل واحد فين الكلمتين اللي يوجعه. اللي بيجي يصحح هو بيدور على كلمه لقاها، سلام عليكم، مش عايز منك ولا حرف. هو عاوز في البري تيرم فورمولا تبين له حاجتين اتنين، ان الكالوريز مالها زادت واللاكتوز قل. ليه بتقلل اللاكتوز في الواد البري تيرم؟ لان الانتستين بتاعته ما فيهاش ايه؟ لاكتيز. هيتبهدل منك فيه، ويا ريت كمان تحط له الفات مكسر هو والدهون عشان ما هيقدرش يتعامل معاه. جميل جدا، كتر خيرك. في نوع اخير من الفورمولا بيسموه اليمنتال فورمولا. يعني ايه كلمه اليمنتال؟ اليمنت يعني ايه؟ عنصر. يعني انا بدل ما اديك بروتين مكعبره كده هديها لك في شكل امينو اسيد وشويه بيبتايدز. بدل ما اديك دهون لونج تشين اطلع عينك، هديها لك ميديم تشين فاتي اسيد. حاجات مالها متظبطه كده، سهله الهضم، لان انت عندك غالبا ايه الاليمنتال ده؟
عنده مال ابزوربشن، عنده الرجي لكل انواع اللبن كاو ميلك وصويا بيز. ده لبن غالي جدا يا دكاتره وليه طعم وحش اسمه بريجستميل ميلك. البريجستميل اللي هو الاليمنتال فورمولا لبن غالي وطعمه وحش بس هايل جدا في المال ابزوربشن وفي الناس اللي عندهم مشاكل في الالرجي، لانه الفورمولا تعتبر ايه؟ ريدي ميد جاهزه، اللي هو هدخلها الجسم هتجري على طول كل حاجه بتمنها بقى. دول الاربعه الكبار اسمهم تاني لاكتوز فري وصويا بيزد واليمنتال وبريتر. بسالك لو طفل عنده حساسيه لبن الام ياخد لاكتوز فري، حساسيه لبن البقري ياخد صويا بيزد، طب حساسيه للاثنين ياخد الاليمنتال. الاليمنتال ده اللي هو النيوكيت اشهر لبن في السوق خلاص. واخر واحد بريتر ده بتاع العيال الصغنطتين. معلومه تبقى عارفها، الفورمولا ميلك لو انت هتديها لطفل لازم تكون عامل بريباريشن للمعدات كويس جدا. لبن البودره اخطر من لبن البقري لان الريسك اوف سوري اخطر من لبن الام لان الريسك اوف كونتامينيشن فيه ايه؟ معلومه، هعمل استرلايزيشن محترم، هغلي الميه الاول واسيبها تبرد وبعدين احطها على اللبن. بيسالوكوا على سؤال واحد بس وده هتبقى بتزوده لحد ما انا انزل لك الورق المعدل اللي هو الزيادات في كل شابتر، ورقه ورقه ونص عشان تبقى مأمن نفسك. مكيال اللبن بتدي معلقه على 30 سم لبن او معلقه على 60 سم لبن. بص لبن البقري لبن البودر لما بينزل بتخفف يا كل 30 سم معلقه يا كل 60 سم معلقه. المعالق اللي بتيجي مع العلب معلقه سمول دي 4 جرام، ومعلقه لارج اللي اسمها بيج سكوب ودي 8 جرام. اللبن اللي معاه معلقه صغيره بتخفف في كام؟ 30. في 30. واللبن اللي معاه المعلقه الكبيره بتخفف على كام؟ على 60. يعني انت بتحط 60 سم ميه عليهم ايه؟ مكيال. او 30 سم ميه عليهم ايه؟ مكيال. المكيال الصغير 4 والمكيال الكبير 8، ده بتخفف على 30 وده بتخفف على 60. طبعا اي كميه بتفضل من لبن البودره لازم ايه؟ تتربي. هيسالك سؤال اخير، تعرف تحسب للطفل محتاج كم سنتي لبن بودره في اليوم؟ ده سؤال اورا، ده سؤال اورا بالراحه كده. هي معادله غبيه شويه، انتوا بتكرهوني لما بتكلم في الارقام عشان احنا بتوع طب عقلنا طبعا هندسي اكتر من اي حد تاني، عندنا فظاعه وشناعه في الهندسه. لو انا اديتك معلومه الطفل الصغير محتاج 100 كالوري لكل كيلو لبن لبن البقري ولبن البتاع في 67 على كل 100 سم. انت عاوز 100 كالوري للكيلو في اليوم، الطفل الطبيعي عاوز 100، اللبن ال 100 سم فيه كام؟ 67. لو انا عاوز ال 67 دول يبقوا 100 زي دول، اخلي ال 100 سم دول كام؟ 150 سم. يعني ال 150 سم لبن اللي هم ملي يعني ملي لتر لبن بيدوني 100 كالوري. يعني كده الطفل محتاج 150 ملي لتر بالكي جي من اللبن في اليوم. مقتنع؟ ال 150 سم دول هيدوا له كام كالوري؟ 100. هيدوا له 100 كالوري، لان ال 100 سم لبن ادوا له اصلا كام؟ 67. فانا عشان اوصل ال 67 لل 100 احتاج تزود كميه اللبن ل 150. جميل. الطفل بيرضع لبن بودره كم مره في اليوم؟ لبن الام كان 8 مرات، لبن البودره الماكسيمم بتاعه 6. بيعمل ديستنشن وكوليك وبيعمل بلاوي سود. هو الماكسيمم بتاعه 6 في اليوم. لما اجي اقول لك احنا هناخد في اليوم لكل كيلو 150 وهنرضع 6 مرات، يبقى كل مره تدي للعيل كام؟ تقول لي هروح قاسم ال 150 على الكام؟ على الست، يساوي 25 مللي لتر لكل كيلو. دي الحسبة اللي احنا بنلف وبندور عشان نوصل لها. يبقى اي طفل ناوي يرضع لبن بودره محتاج تديله قد ايه؟ قول له بضرب 25 سم في وزنه يديك كميه الرضعه. مثال طفل وزنه 5 كيلو مثلا، عاوز قد ايه؟ هتضرب 5 في كام؟ في 25. عاوز 125 سم لبن دلوقتي، كم مره هياخدهم؟ 6 مرات، بحيث يحقق توتال طول اليوم ال 150 سم لكل ايه؟ كيلو، اللي هم كام كالوري؟ 100 كالوري للكيلو. خلاص اللي ما في ماشي يروح يقلب نفسه كده ويراجع سياسته وبعدين يجي يقول. دي قصه الفورمولا فيدنج، وده سؤال نظري، ده سؤال نظري.
خلاص طبعا الاوضه حر والناس صحاطت والدنيا مش لذيذه خالص. خلاص ننطلق بقى عشان نشوف ورانا ايه. نتقابل باذن الله على الاشعه بقى، محاضره الاشعه.